في إحدى حواري مناطق الغورية التاريخية، وفي ورشة صغيرة تحمل بين جدرانها حكايات العصور وروعة الماضي، يجلس الأسطى ناصر الطرابيشي الذي ظل عاشقاً لصناعة الطرابيش لأكثر من 45 عاماً، صانعاً الحاضرة بنسيج الماضي. لما كنت صبي كنت بخدم على ما يكلش عن بتاع 5-6 صناعية من الفطاحلة اللي كان بيلبسوا عظماء مصر. دي من الحرف اللي هي اليدوية، إن أساساً الطربوش أساساً بدأ منين؟ بدأ من تركيا، من ألبان. هو ما لقاش نفسه هناك، لقى نفسه هنا في مصر، عشان الحرفة اليدوية بتاع زمان بتاع المصريين كان بيحب يخدم فيها كويس. في ورشة ناصر الطرابيشي لا يزال الماضي حاضراً بكل بهائه، فمع كل طربوش يبدع الأسطى ناصر في ضبطه والهيئة النهائية للطربوش بحيث يكون مناسباً للأناقة وعنواناً لها. الطربوش بياخد وقت معايا من ساعة لساعتين، ساعة ونص ساعتين حسب قرفة الزبون. الخامات أو الأدوات بتاعة الطربوش بتبدأ مثلاً من الخوصة، وبعد كده مثلاً بنبدأ نكسر الخوصة، بتخش مثلاً الخامة، بنشوف إحنا شكل الزبون وبنشتغل عليه. حضرة الطربوش اللفندي اللي هو لغاه عبد الناصر، اللي هو طربوش الملكية اللي كان بيلبسه الملك فاروق، وكان أي حد مثلاً من الشعب المصري ما كانش يقدر يخش أي جهة حكومية إلا لما يكون لابس الطربوش اللي هو اللفندي ده. ده اللي هو المصري. دي للدول العربية اللي هو يعتبر العثماني، اللي هو قصير شوية، ده ياخده فلسطين، ياخده لبنان، ياخده سوريا. ياخده سوريا كتير ليه؟ إن الوش بتاع سوريا دايماً مدور، فأنا بحب أشتغل على الوش الغايب. فرق ما بين ده وده حوالي 5-6 سنتي، ده المصري وده اللي بيتجول في الدول العربية. عرف الناس الطربوش في بداية القرن 19 في عهد الإمبراطورية العثمانية، وانتشر في مصر مع حكم محمد علي باشا ليصبح زياً وطنياً إلزامياً على كل الطلاب والموظفين والمسؤولين، حتى ودعت مصر عصر الطرابيش مع ثورة 1952. أنا دلوقتي بقالي حوالي 47-48 سنة شغال في المهنة دي، ما غيرتهاش. ليه؟ إن لما إحنا مثلاً ده يسيب مهنته ده يسيب مهنته، طب أنتوا بتقولوا الحرفة هتنقرض، الطربوش هينقرض، هينقرض إزاي؟ الأزهر فاتح ولا قافل؟ طول ما الأزهر فاتح، طول ما أنا شغال. تاريخ وحكايات لم يبقى منها إلا الذكريات. ورشة ناصر الطرابيشي أبت أن تغلق أبوابها رغم اختفاء زبائنها الذين كانوا يقبلون على شراء الطرابيش في الماضي. هذا الطربوش الذي تحول اليوم إلى مجرد قطعة زينة أو أتاة درامية، كان في الماضي ضرورة ورمزا للأناقة والوجاهة والوقار. إسراء يعقوب، NBC مصر.